فقد تمكن الجيش الوطني اليوم من استعادة آخر جبل ضمن سلسلة جبال يامن الاستراتيجية الواقعة بميمنة جبهة نام شرق صنعاء بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثيين الإيرانية. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش أحكم سيطرته على الجبل الواقع على طريق الجوف، هذا وقتل أكثر من 13 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية بينهم القياديان ذياب هادي محسن غانم ومحمد يحيى صالح جحاف مسؤولا الحشد والتجنيد بمديرية أرحب. ووفقا لذات المصادر فإن الجيش الوطني لا يزال يحاصر مجاميع من الإنقلابيين في شعب الأخشع بمديرية نهم. يأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الوطني عن مصرع 52 حوثيا في معارك يخوضها ضد الميليشيا بميمنة جبهة نام شرق صنعاء. إذن وليس بعيدا عن البيضاء في جبهة نام، هذه المرة نريد أن نعرف العديد من التفاصيل حول ما يدور هناك، وينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيد صالح القطيبي. سيد صالح، الآن تدور المعارك في سلسلة جبال ياما الاستراتيجية، لو تضعنا في الصورة حول المواجهات هناك. نعم، لا أريد أن الاشتباكات تدور الآن في خلال سلسلة جبال ياما، يعني سلسلة جبال ياما كان أبطال جيش الوطني تحدوها منذ وكانت الميليشيات في الاسبوع الماضي تتسلل الى جبال كانت مفتوحه اصلا في ميمنه وهي اقصى منطقه شمال مديريه دمشق. واليوم بفضل الله وبتصديق ابطال الجيش الوطني وقناصرين تم تحرير ودحر الميليشيات الانقلابيه من ثاني هذه الجبال التي قاموا بالتسلل اليها، وهناك تم قتل القياديان الروسيان زياد هادي محسن غالي محمد يحيى صالح جحاف وهؤلاء وهاتان هما مسؤولان حشد التجنيد في مديريه الحرب. والان لا تزال الا مجاميع قليله محاصره اتصال كامل في شعب الاقشاع في اكثر شمال مديريه نهم، وبعد ان يتم تحليل واستسلام هؤلاء المجاميع يتم اغلاق الجبهه ميمنه نهم نهائيا، ولا يجري على ارض هواء الماء لانتصار حليف ابطال الجيش. يعني يعتبر هذا إعلان رسمي من قيادة الجيش الوطني في جبهة نهم بأنه تم تحرير سلسلة جبال ياما الاستراتيجية التي تطل أيضا على طريق الجوف. نعم، هذه الجبال التي كانت تجريها منها جبال الجبال هي شمال منطقة خضوع أقصى منطقة في مديرية نهم، وكان الهدف منها التأمين والالتفاف على أبطال الجيش الوطني في سلسلة جبال ياما، لكن بعد دحرهم يتم تكمن الاهميه الاستراتيجيه لتحرير هذه المناطق في السيطره التامه على خطوط الانجاز التي تاتي من الميليشيات المتواجده غرب بضرعه عن طريق الجو. وابطال الجيش الوطني تم يحاصرون الان الخطوط الترابيه التي كانت تاتي منها الانجازات من الميليشيات، وبالتالي بعد هذا النصر الكبير ستنطلق المعركه لتحرير ما تبقى غرب بضرعه والتوجه باتجاه قطبين الاتجاه الجبهتين جبهه القلب في بني بارد والانطلاق نحو الخط المستنفي لازدحام الجبهه اليسرى والتوجه نحو برج المديريه نعم المدير، وبالتالي يكون المدير بن غيلان اقرب مما يتصور البعض. طيب، يعني ما فهمت منك الان بانه قوات الجيش الوطني استطاعت الان السيطرة على الطريق الرابط، يعني الطريق الجوف الذي تشرف عليه جبال يامن الاستراتيجية، أي أن الحوثيين بعد الآن لن يستطيعوا إمداد قواتهم في أي محافظات أو مناطق داخل، يعني أي مناطق داخل الجوف؟ لا أريد أن أوضح لك، الجبال الطرق الترابية التي استكانت تأتي الميليشيات من الجوف لإمداد مجاميعها المسلحة المتواجدة في مدينة نهم بعد ان كان ابطال الجيش الوطني بتحرير شبكه القناصين وبالتقدم غرب قريه الحول، هناك ما زالت مجاميع شمال شرق الدستين وغرب بضرعه، مجاميع ليس لها خطوط امداد الا انها تاتيها من محافظه الجوف وهي عباره عن طرق ترابيه وعره. بعد تحرير السلسله الجبليه اليوم لم تستطع الميليشيات ان ياتيها اي امداد من محافظه الجوف. نعم، من جهه الشمال هذه المعارك تدور في اقصى شمال مديريه نهم ويحكيها من الغرب مديريه الحضر التي لا تزيد سوى من 2 الى 3 كيلو تقريبا.
يعني الآن بعد تحرير سلسلة جبال يم الاستراتيجية ربما تبدون أقرب إلى نقيل من غيلان، ويعني أكثر المناطق التي تهم الجيش الوطني من أجل السيطرة عليها وتحرير كامل جبهتنا على صعيد الأيام القادمة. نعم، بعد أن تم إغلاق الجبهة الميمنة التي حاولت الميليشيات منها الإنفاق على مواضع الجيش الوطني، يستطيع أن يقول بأن هذه الجبهة أغلقت نهائيا، وإن كانت متحمة من قبل، الآن أبطال الجيش الوطني سينطلق المعركة وتوجه إلى مشارف مسورة. الآن نحن أبطال الجيش الوطني على مفرد على مشارف مفرد الدين وجبهة الدين، وهذه الجرة إلى عجل مسورة للمديريتين، والجبهة الأخرى الموجودة المتواجدة في جبهة المنشرة سيتم تقسيمها باتجاه مركز مديرية المدينة، ومن ثم يستطيع أن يقول بأن 80% للمديرية تحت أيدي أبطال الجيش الوطني وتم تحريرها، ولم يتبقى إلا مدينة غيلان لأنه بالسيطرة على هذه الموقع أو على هذا المدينة، يعني السيطرة على العاصمة صنعاء. وما أردت بكروس أن الميليشيات بمحاولة التسلل إلى هذه الجبال التي كان لا يوجد فيها أحد، وهي عبارة عن سلسلة جبلية. نعم سيد صالح، هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا هل تسمعني سيد صالح؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بنائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة صالح القطيبي، وهو هنا في هذا الاتصال أكد سيطرة الجيش الوطني على سلسلة جبال يام الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد التي كان من خلالها الحوثيون يمدون قواتهم في جبهة نهم من خلال محافظة الجوف. إذن أشكر ضيفنا عبر الهاتف سيد صالح القطيبي.